هو من معجزات وأسرار الطبيعة، ظاهرة غريبة وسر مجهول. فوسط هذا الديكور الطبيعي يقع منبع المشاكي ببلدية سلمى بن زيادة بولاية جيجل. الغريب هو تدفق المياه من أسفل الجبل لمدة 10 دقائق لتنقطع مدة 50 دقيقة قبل أن تستأنف موجة التدفق. بالنسبة لهذا المنبع السياحي اللي هو اكتشف قديما في وقت زاره العلامة البكري في القرن 13 ميلادي، وسمى وأطلق عليه سميس عين الأوقات الخمسة. تدفق المياه لمدة حوالي 10 دقائق بتدفق عالي افيك غران دي بي، ثم تتوقف تدريجيا لمدة حوالي 50 دقيقة. وهذه الظاهرة التي تعتبر غريبة لأنه النظريين لا تفسير لها. الظاهرة بغرابتها جلبت الكثير من الزوار إلى درجة أنها ارتبطت بمعتقدات وتفاسير خرافية. يزورها الناس من أجل بعض من أجل المعتقدات، يعتقدوا أنها تأتي بالحظ وأمور كثيرة، والبعض يزورها على أساس سياحة. جيت من إنجلترا و صافي دوكا واحد 8 طون وأنا نجي لهنايا. ما بارد، بلاصة ماجيك، نتمنى للجزائريين كاع يجوا ليها ويستمتعوا بالمياه العذبة والمناظر الخلابة. سي ان اوندغوا ماجيك في الجزائر، تسمى هنا سي لا بروف بلي لالجيري بيل، وعندنا دي اوندغوا توريستيك ماجيك، وان شاء الله تقدم الحالة وتحسن من الفوق. سكموا الترقان ايتو والحمد لله عم يخدموا باش ان شاء الله يولوا الناس كاع يقدروا يجوا لهنا فاسيلمون. منبع المشاكي من إحدى الظواهر الطبيعية التي حيرت الخبراء ولم تجد تفسيرا علميا إلى يومنا هذا. في سنة 1947 زاره وفد علمي فرنسي بقصد دراسة الظاهرة، وأخذوا الدراسة معهم. بعد الاستقلال ما عطاوش للسلطة الجزائرية واش داروا، وبعد ذلك زرت فرقة علمية جزائرية في سنة 1993 قبل العشرية السوداء، ولحد الآن ما كانش دراسة جدية عن هذه الظاهرة. ليبقى المنبع يظهر حسنه ويختزن سره في انتظار تفسير علمي له وتصنيفه كمعلم من شأنه تشجيع السياحة الجبلية بالمنطقة.